أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن يوم الصحافة اليمنية بالتزامن مع التعسفات التي يتعرض لها الصحفيون وواقع الانتهاكات التي يقاسونها في السجون والمعتقلات. في 9 يونيو من كل عام يوم الصحافة اليمنية، يواجه الصحفيون في اليمن تحديات عديدة جراء استمرار الانتهاكات بحقهم، ويأتي هذا اليوم بالتزامن مع تدهور أوضاع عشرات الصحفيين الذين تضرروا بسبب الاختطافات والاعتداءات وحرمانهم من مزاولة عملهم، فيما غادر آخرون البلاد نتيجة تلك الانتهاكات. نقابة الصحفيين جددت مطالبتها بإطلاق سراح 12 صحفيا مختطف لدى ميليشيا الحوثي وصحفي مختطف لدى تنظيم القاعدة، مطالبة بإطلاق رواتب كافة العاملين في وسائل الإعلام. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: إلى متى يظل الصحفيون اليمنيون خارج حماية القوانين الدولية، وماذا قدمت المنظمات الدولية لحماية الصحفيين اليمنيين والضغط من أجل الإفراج عنهم؟ متى تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين؟ سؤال يكرر نفسه في كل يوم وعام وفي كل ذكرى لحرية الصحافة في اليمن، حيث يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً ليس لجرم ارتكبوه أو خطأ اقترفوه، بل لأنهم فقط قرروا إيصال الحقيقة بالصوت والصورة. أكثر من 4 أعوام على الحرب، أصبحت الصحافة اليمنية من أعظم الضحايا تعرضاً للتعسفات، حيث تمارس بحق العاملين فيها انتهاكات مختلفة كالسجن والاختطاف والتعذيب والاعتداء الجسدي والقتل والحكم بالإعدام. 9 يونيو من كل عام يوم الصحافة اليمنية، يأتي هذا اليوم وما يزال وضع الصحفيين في تدهور جراء الإقصاء والملاحقات والاختطافات وصولا إلى الفصل من العمل وإيقاف الرواتب. منظمات دولية وصفت وضع الصحافة اليمنية بالمخيف، خاصة منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء، حيث انهارت الصحافة بشكل تام، الأمر الذي جعل اليمن يحتل المرتبة 70 بعد 100 في البلدان الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة، حيث تم إحراق مطابع. نقابة الصحفيين وفي جديد تقاريرها طالبت المنظمات الدولية بالضغط على أطراف الصراع لإيجاد بيئة آمنة للعمل الصحفي واحترام مهنة الصحافة وحق الحصول على المعلومات، مشددة على سرعة إطلاق رواتب كافة العاملين في وسائل الإعلام ورفع العقاب الجماعي عليهم وإلغاء الإجراءات التعسفية في فصل عدد من الصحفيين من وظائفهم الحكومية. 12 صحفياً لا يزالوا مختطفين لدى ميليشيا الحوثي، يقاسون أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، يضاف إلى ذلك مثولهم لمحاكمات غير شرعية، وهو وضع مأساوي تتضاعف قساوته من يوم لآخر. نبدأ النقاش مع ضيفنا من العاصمة العمانية مسقط، الزميل الصحفي وليد جحزر. أهلا بك وليد. أستاذ وليد، اليمن تحتفي في 9 يونيو بيوم الصحافة اليمنية، كيف تقيم وضع الصحفيين وحال الصحافة الحالي؟ مساء الخير أخي سامي، ومسي عليك وكل عام وأنتم بخير، لك ولطاقم قناة بلقيس. ويعني ماذا نتحدث عن وضع الصحفيين؟ الصحفي اليمني يعاني الأمرين منذ بدء الحرب، وحتى في الفترة التي سبقت الحرب لا يزال الصحفي اليمني هو الحلقة الأضعف، حالة مأساوية تتعدى حدود الوصف على كل المستويات. كما أشار التقرير أوجز وتحدث عن إحصائيات مؤلمة للغاية، وهناك حالة تنصل حقيقية سواء من الجهات الرسمية في الداخل اليمني أو حتى من المنظمات الدولية الخارجية، وكل الأطراف تحاول أن تستخدم الصحفي كورقة في تصفية حساباتها الخاصة بالحرب دون الالتفات للحالة الإنسانية. يدفع الصحفي ضريبة باهظة وثمن مضاعف للبحث عن الحقيقة، والآن تقف اليمن في ذيل الترتيب الدولي في مسألة الانتهاكات حرية الصحافة، الرقم الآن 70 بعد 100 على مستوى العالم من 180 دولة، وحالات الانتهاك تعد بالمئات،
وعشرات الصحف والمواقع والمقرات الإعلامية والممتلكات تطالها حدود الانتهاك. الحالات متعددة، من القمع إلى السجن إلى الاعتقال إلى التعذيب إلى الإخفاء القسري والاعتداء. الحالة مأساوية وتنذر بالأسوأ. وفي كل عام لا يتفنن البعض فقط في إعداد التقارير دون أن يكون هناك ضغوط حقيقية لتخفيف من حجم المأساة والوقوف إلى جوار الصحفي اليمني الذي أصبح مجردا من أي مظلة ودون حماية حقيقية. ووصل الحال به اليوم إلى أن كل الجهات تنصلت عن الدفاع عنه، وحتى الجهات أو حتى الجهات الرسمية، بما في ذلك عدم الحصول حتى على أقل القليل فيما يتعلق بالحقوق والمرتبات أيضا. حالة نزوح جماعي من وضع الصحافة وعدم البحث عن بدائل أو الحصول على وقفة مسؤولة سواء من الجهات الرسمية أو من الجهات المنظمات الدولية. طيب، نشرك أيضا معنا بالنقاش من جنيف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل السعيدي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. كيف تتابعون ما يتعرض له الزملاء في سجون الميليشيا منذ 4 سنوات؟ أولا أحيي ضيفك العزيز الزميل وليد يحذر. بالنسبة لوضع الصحفيين، الحديث عن وضع الصحافة والصحفيين والمعاناة التي يعيشها الصحفيين في اليمن أمر أصبح مكرورا جدا، بسبب أن معاناة الصحفيين لم تنتهي ويبدو أنها لن تنتهي خلال الفترة القادمة. الصحفيين المعتقلين منذ أكثر من 4 سنوات يتعرضون لشتى أنواع التعذيب، يتعرضون لكثير من الانتهاكات، مصابين بالعديد من الأمراض جراء فترة الاحتجاز، عرضوا على الكلاب البوليسية، منعوا من الطعام، تم تعذيبهم أيضا. كثير من علامات الانتهاك واضحة على أجسادهم كما تفيد أسر الضحايا، منعوا من الزيارة، منعوا من الأدوية، منعوا من نقلهم إلى المستشفيات. كثير من هذه الانتهاكات لا زالت مستمرة حتى الآن. خلال الشهر الماضي تم تعذيب عدد منهم ومنع الزيارة عنهم، وأيضا بعد أن كشفت النقابة حالات التعذيب التي تعرض لها الصحفيين تم أيضا مضايقتهم بحجة إخبارهم أو الإفصاح عن ما يتعرضون له في السجون. أيضا تم إهانتهم أمام أسرهم وإهانة أسرهم، تم منعهم أيضا حتى من التدفئة أو الملابس للتدفئة أثناء فصل الشتاء. كثير من الانتهاكات نحن إذا سردناها سنسرد قائمة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين خلال 4 سنوات. أضف إلى ذلك أن هناك أكثر من 30 صحفيا استشهدوا خلال الفترة الماضية، إما بضربات الطيران وإما بالقنص المباشر من قبل ميليشيات الحوثي. أكثر من 180 صحفي تم اعتقالهم خلال الفترة الماضية بفترات مختلفة، بينها سنة وسنتين وعدة أشهر، بما فيهم أيضا حكم بالإعدام على الأستاذ يحيى عبد الرقيب القبيحي في 10 دقائق في محاكمة سرية غريبة، إضافة إلى اغتيال الزميل محمد العبسي بالسم، والكثير من قوائم الانتهاكات. أضف إلى ذلك أن الصحفيين يتعرضون لعديد من الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وتم اعتقال وتعذيب عدد من الزملاء في عدن وأيضا في حضرموت وفي مارب وفي عدد من المناطق وفي تعز أيضا، ولكنها بدرجة أقل بالطبع مقارنة بما تفعله الميليشيات. هذه النظرة العامة. نحن نتحدث في اليوم اليمني للصحافة، وهو يوم توحد النقابتين اليمنية في الشمال والجنوب، وكانت من أوائل النقابات التي توحدت في هذا السياق قبل الوحدة. نحن نتحدث عن بقايا الصحافة أو نتحدث عن مرحلة من مراحل الانتهاك الأبشع التي مرت بها الصحافة. أعتقد أن ما تمرت به الصحافة وما تمر به الآن ربما هي تبقى معنا أستاذ نبيل. طيب ستبقى معنا، أعود مرة أخرى للأستاذ وليد جحزار. أستاذ وليد، إذن انتهاكات جسيمة يتعرض لها الصحفيون اليمنيون، باعتقادك من يتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات؟ نعم أخي سامي،
الانتهاكات هي يعني ربما تكون الحرب تلعب دور أساسي فيها، ولكن لا يمكن تحميل الحرب الجانب الأكبر في مسألة أو أن تكون مبررا لما يتعرض له الصحفي اليوم. الصحفي اليمني اليوم يعاني من حالة انكشاف حقيقية من مختلف الجهات. عندما تتابع تقرير فقط خلال العام 2018 أكثر من 226 حالة انتهاك لصحفيين ومصورين وعشرات الصحف والمقرات الإعلامية والاعتداء على الممتلكات. في مسألة القتل، التحالف العربي ارتكب 5 حالات قتل، والحركة الحوثية ارتكبت 3 حالات قتل وحالتين قتل لجهات مجهولة. ميليشيات الحوثي ارتكبت 136 حالة انتهاك بنسبة 60%، والجهات والهيئات العسكرية والأمنية التابعة للشرعية ارتكبت 68 حالة انتهاك بنسبة 30%، والتحالف العربي ارتكب 11 حالة انتهاك بنسبة 5% و9 حالات انتهاك لمجهولين، والحراك الجنوبي حالتين. إذن الجهات تتفاوت فيما بينها مسألة التعرض للصحفي اليمني والضرب عليه، وأيضا محاولة تحييده وأيضا تعريضه لكل أنواع الانتهاك والقتل والتشريد والتعذيب والإخفاء القسري والاعتداء. كل هذه الجهات تشترك فيما بينها بنسب متفاوتة كما نلاحظ في التقارير، هذا فقط خلال العام 2018. إذن في كل عام لدينا قدر كبير من حالات تعدد الانتهاك ضد الصحفي اليمني، تشترك فيها كافة الجهات بنسب متفاوتة. لا يوجد أحد بريء أو خالي تماما من المسؤولية. الجميع يتفق على الصحفي، يختلفون فيما بينهم في الميدان ويتصارعون ولديهم حسابات، لكن في النهاية هو الصحفي اليمني هو الأكثر انكشافا في ظل عدم وجود جهات مسؤولة تقوم بدورها الأخلاقي تجاه حماية الصحفي. هناك أيضا مؤسسات إعلامية تدفع بالصحفيين في مواقع المواجهة دون أن تحدد لهم أدنى فرص يعني أدنى التعليمات والاشتراطات المتعلقة بالمسؤولية في مسألة الحماية الشخصية. هناك حالة من اللامسؤولية لدى كثير من المؤسسات التي تقوم بالزج بالصحفي في حالات التغطية الإعلامية دون أن تقدم له الحماية الكافية. أيضا كل جهة تعتبر الصحفي هو الأداة التي من خلالها تعمل على تصفية حساباتها. أيضا الميليشيات الحوثية هي الآن في لا تبرأ أيضا بدرجة كبيرة، تعد عالميا في المرتبة الثانية في بعد داعش في مسألة معاداة الصحافة. وكلنا سمعنا تصريحات لزعيم الحركة الحوثية يتحدث على أن الصحفي أخطر من المرتزقة في الميدان، وبالتالي هذا يعد تحريض مباشر ويهدر دم الصحفي ويجعله مشروع للاغتيال والتصفية. هذا أمر أيضا يضاعف من مأساة الصحفي اليمني في الميدان. فعلا تحتفل اليمن يعني اليوم 9 يونيو بيوم الصحفي اليمني في وضع مأساوي للغاية، تقارير مؤلمة وتشير إلى أنه يوما عن آخر تزداد الحالات دون أن يكون هناك تحرك مسؤول ودون أن تستشعر الجهات المسؤولة أو القنوات الشرعية بحجم ما يتعرض له الصحفيون اليوم. وبالتالي يجب أن تكون هناك وقفة مسؤولة تخفف من حالة الدمار المنظم. نحن نقول أن حالة الاستهداف للصحفي اليمني اليوم أصبح طيب تبقى معنا أستاذ وليد ومدروس على أعلى المستويات. طيب نعود مرة أخرى للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، إذن هل هناك شيء يمكن فعله لضحايا الانتهاكات الحوثية من الصحفيين أكثر من التصريحات والبيانات؟ طبعا في حالة الحرب يصبح الأمر صعبا، يعني من الصعوبة البالغة أنه أن يكون هناك تحرك فعلي وجاد. إذا ميليشيات، نحن نتعامل في الأساس مع ميليشيات، والميليشيات ليس لها أعراف ولا قوانين، ولا بل هي تستخدم الصحافة والصحفيين والمختطفين بشتى
انتماءاتهم، تستخدمهم كورقة سياسية في ضمن إطار الحربي وضمن إطار المفاوضات. وبالتالي أيضا النقابة الصحفيين تتعرض هي أيضا للكثير من الحملات، وتم شل حركتها في كثير من المواقف، وأيضا منذ البداية كانت هي المستهدفة الأولى. وبالتالي في هذه المرحلة هناك شيء مهم جدا، وهو مرحلة الرصد والتوثيق، وأيضا إيصال صوت الصحفيين إلى المنظمات الدولية والمحافل الدولية، لعل وعسى يتم هناك يكون هناك تحرك إزاء هذه القضية. للأسف الشديد الصحافة في اليمن تشعر والصحفيين يشعرون بالخذلان من المجتمع الدولي، لأن مثل هذه الجرائم والانتهاكات لو ارتكبت في حق أي صحفيين في دولة ما أو أخرى لكان الوضع مختلفا، لكننا ضمن حالة يمنية مهمشة متكاملة إزاء المجتمع الدولي بما فيهم الصحفيين. للأسف الشديد هناك خذلان من الحكومة الشرعية في الإيفاء بالتزاماتها إزاء الصحافة والصحفيين، إلا زالت حتى الآن تمتنع عن دفع رواتب الصحفيين في المحافظات الشمالية أو المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي دون أي مبرر، وهو أشبه بتعامل الميليشيات إزاء الصحافة والصحفيين. على الحكومة أن تتمثل روح الدولة وأن تدفع رواتب الصحفيين المنقطعة منذ 3 أعوام، الأمر الذي سبب الكثير من الانتهاكات لهذه الانتهاكات غير المرئية. هناك الصحفيين الآن أصبحوا يعملون إما في أعمال يدوية أو هجروا الصحافة أو حتى رضخوا إلى من أجل لقمة العيش للعمل في وسائل الإعلام التابعة للميليشيات من أجل توفير لقمة العيش. وبالتالي الحكومة تتخلى بشكل يعني بشكل غير مبرر عن الصحافة والصحفيين، إضافة إلى أن المنظمات الدولية حينما تتعامل فهي تتعامل مع دولة ولا تتعامل مع ميليشيات، وبالتالي آليات الضغط المتوفرة لدى المنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالحريات الصحفية هي في إطار البيانات والتنديد وأيضا محاولة الرصد لتلك الانتهاكات. أضف إلى ذلك أن القانون الدولي حتى الآن لم يستطع إيجاد قوانين تحاسب كل من قام بالانتهاكات. هي بالفعل القوانين الدولية تقوم بتجريم وإدانة المنتهكين لهذه الانتهاكات ضد الصحفيين، لكن في المقابل لا يوجد أي قانون دولي حتى الآن يفرض محاكمة ومعاقبة وعدم الإفلات من العقاب لمن قام بتلك الانتهاكات. نقابة الصحفيين اليمنيين مع الاتحاد الدولي مع نقابات الصحفيين الدوليين الكثير من هذه النقابات إلى الآن وضعت مشروع قرار دولي بمحاكمة كل من قام بالانتهاكات ضد الصحفيين وأيضا تقديمهم للعدالة. 90% حول العالم من الانتهاكات الصحفيين لم يقدم مرتكبها للمحاكمة، ومع ذلك نقول أن الحريات لا تتجزأ وأن العقاب سيطال المنتهكين. وأنا أتمنى أن لا يكون الصحفيين أداة صراع في المصالح القائمة أو في المفاوضات القائمة، وأن يتم أخذ حق الصحفيين من كل من قام بتلك الانتهاكات، وأن لا تكون أي مفاوضات على حساب دماء الصحفيين وعلى حساب حقوقهم. شكرا لك أستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفي اليمني، كنت من جنيف. ينضم إلينا من مأرب عبد الباسط الشاجع مدير مركز العاصمة الإعلامي. أهلا بك أستاذ عبد الباسط. حياك الله أخي وحياة الشهود الكرام. أستاذ عبد الباسط، في يوم الصحافة اليمني ما هي أبرز الصور التي تستحضرها الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في سجون ميليشيا الحوثي؟ طبعا لا يخفى على احد ما تمر به الصحافه اليمنيه من أسوأ مراحلها، وفي وضع مأساوي منذ الحرب التي اطلقتها من سياسه الحوثي والتي شنت خلالها حربا ممنهجه وشعواء على وسائل الاعلام والصحفيين من مختلف يعني انتماءاتهم.
منذ يعني منذ اجتياح العاصمة صنعاء أول ما بدأت به وضعت يدها على وسائل الإعلام الحكومي، ثم أغلقت وصادرت جميع وسائل الإعلام الأهلية المستقلة، حجب أيضا عشرات المواقع الإخبارية، وحتى الآن لازالت تفرض رقابة صارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظة القاضية بسلطرة الإعلام. ربما الأمثل والأشد هو استمرارها في اختطاف 10 صحفيين، يعني لا زال يقطعون في سجونها وتمارس بحقهم سنوات شتى من التعذيب والتحقيق. هؤلاء 10 صحفيين يدخلون عامهم الخامس، وللأسف يعني ما زالت قضيتهم لم تلقي أي اهتمام كبير من قبل الحكومة اليمنية، الحكومة الشرعية أو المنظمات الدولية. لا زالت حديثة بيانات تنديد للاستنكار، ولم تمارس عملية الضغط الكبير على ميليشيات الحوثي من أجل الإفراج على هؤلاء الصحفيين المختطفين. تبقى معنا أستاذ عبد الباسط، تعود مرة أخرى للأستاذ وليد من مسقط. أستاذ وليد، ميليشيا الحوثي لماذا تقوم بكل هذه الانتهاكات بحق الصحفيين؟ هذا أمر طبيعي بالنسبة للميليشيات، دائما لا تؤمن بالتنوع ولا تؤمن بحرية الرأي، وبالتالي هي تسعى باستمرار للسيطرة والاستحواذ وفرض منطق الصوت الواحد، وهذا دأبها منذ أن استولت على العاصمة صنعاء، ومنذ أن بدأت وكانت سببا في الحرب التي لم تبقي ولا تذر داخل بلادنا. أغلقت الجماعة الحوثية مكاتب كل الفضائيات والقنوات والصحف، وسطت أيضا حتى على المواقع الإلكترونية، خنقت الفضاء الإعلامي تماما، ووضعت العديد من الصحفيين قيد الاعتقال، وأيضا هناك ممارسات للتعذيب، ولم يعني تهادن في لحظة ما إلا من يسير في فلكها، وبالتالي حتى الصحف اليمنية توقفت كليا. كان لدينا أكثر من 60 مطبوع، ووصل الحال إلى أن يعني لم يعد هناك 3 أو 4 مطبوعات كلها فقط تتحدث عن ميليشيا الحوثي وقياداتها، وتبجل مسألة خوضها لهذه الحرب وتؤيد توجهاتها. هذه مسألة طبيعية يعني تخوضها دائما الميليشيات على حساب حرية الرأي وعلى حساب التنوع والتعدد، ويجب أن يكون هناك صوت مسموع في العالم. يجب أن تمارس منظمات الدولية الضغط الكامل على هذه الميليشيات، لأنها المسؤولة الأولى فيما يحدث اليوم للصحفيين في الداخل. هناك حالة خنق حقيقية، ليس فقط على مستوى الاعتقال، ولكن حتى في إيقاف الرواتب وعدم صرف المستحقات للعاملين، وعلى كل الأصعدة هناك يعني عملية كاملة لشل الحركة، لشل الإنتاج الصحفي، ولخنق حرية الرأي والتعبير. ويوما عن آخر نسمع عن اعتقالات وعن عمليات تعذيب، وأسوأ ما يحدث الآن للصحفيين الموجودين، يعني منذ انطلاق الحرب لأكثر من 4 أعوام أكثر من 12 صحفي في المعتقل، البعض تعرض لعاهات مستديمة، وأصيب بعض الزملاء بالشلل ووسط يعني هذه الحالة من التواطؤ من مختلف الجهات. يفترض أن الصحفي يفترض أن لا يكون ورقة ولا يستخدم ورقة في الصراع تماما. حتى هناك حالات قبل الحرب وبعد المظاهرات، عندما يحدث تسوية ما نجد أن المعتقلين الصحفيين آخر من يتم التحدث عنهم أو الحديث عن مسألة الإفراج عنهم. هذه مأساة حقيقية من كل السلطات، ويجب أن يكون هناك وقفة حازمة من قبل الصحفيين أنفسهم. يجب أن تكون هناك دعوة للالتفاف، وأيضا أن تكون هناك ما يشبه
المؤتمر الموسع للصحفيين اليمنيين، أن يكون هناك مؤتمر استثنائي على الأقل في المناطق الشرعية أو المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي. لماذا لا يحدث اجتماع على مستوى النقابة الصحفيين والجهات الداخلية والمنظمات المعنية بمناقشة وضع الصحفيين ورفع الصوت عاليا والحد؟ ممكن أن يكون ذلك عندما يعود أعضاء نقابة الصحفيين إلى الداخل ويمارسوا مهامهم من الداخل. ممكن أكثر من 27 حالة قتل للصحفيين هذه من منذ منتصف 2014 حتى الآن. هذا رقم مأساوي على مستوى العالم، رقم مأساوي ومؤلم ومحزن، والمأساة لا يمكن تلخيصها في بضع دقائق. أشكرك فضلي. شكرا لك استاذ وليد جحزر الصحفي من مسقط. واختم مع ضيفنا من المغرب الاستاذ عبد الباسط. المنظمات الدوليه اليوم المعنيه بحقوق الصحفيين، ما الذي يمكن ان تقدمه للحيلوله دون استمرار هذه الانتهاكات بحق الصحفي اليمني برايك؟ هناك تقصير كبير اولا من المنظمات الدوليه، لم تقم بواجبها الكلي تجاه الصحفيين، اولا المختطفين ثم تجاه الصحفيين المشردين والذين يتعرضون لحالات كبيره من الانتهاكات، سواء مشردين او نازحين او معتقلين. يجب على المنظمات الدوليه ان تقوم بذلك، سواء يعني من المناصره الحقوقيه وايضا الى ما ذلك من الحملات الاعلاميه التي تناصر الصحفيين اليمنيين، وايضا الضغط الاكبر على ميليشيات الحوثي بان تقوم بالافراج الفوري السريع على الصحفيين الذين كانوا في سجنها منذ خمس سنوات. استاذ عبد الباسط، اذا شكرا على العموم، شكرا جزيلا لعبد الباسط الشجاع من مارب مدير مركز العاصمه الاعلامي، وايضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحت طاقم البرنامج ومنتج الحلقه محمد عبد المولي كامل.